النادي الاهلي 10 سنين ده يعني عدد كتير جدا وكبير جدا، وفي الفتره دي الاهلي كان بيكسب بطولات كتير. يعني ال10 سنين دول عملوا ايه في مشوارك في حياتك في كره القدم؟ انت بتقول خير لما دمجوا الفرق على بعضها على اساس ان انت طلعت بقى، وبس طلعت على طول على بيراميدز على طول. كان كابتن عبد النبي عاشور، نعم، كان يعني كان معايا من وانا صغير في النادي السن الصغير الاهلي، وانا في الاهلي، نعم. فعرف ان انا مشيت على طول من الاهلي. بعد ما مشيت على طول تاني يوم كلمني، هو كلمك قال لي يعني ازاي حصل، قلت له كابتن الحمد لله، وقال لي طب انا مستنيك. لا وانت ماشي كنت زعلان غضبان؟ كنت طبعا الدنيا 10 سنين مقفله. 10 يعني سنين حياه عمر. تانية. نعم. وكنت طفل برضه، فاللي هو كان حاجه صعبه جدا. نعم. فكلمني وقال لي خلي بالكوا قطه كل ده عنده 21 سنه يعني لسه، يعني خلي بالك حضراتكم بقى لعب في الاهلي ولعب في المقاولين ولعب في بيراميدز ولعب في كتير من الانديه يعني، ودلوقتي في زد كام حبيبي يا جدع. فكلمني قال لي انا مستنيك، فرحت التمرين على اساس انزل. لان الكابتن عبد النبي كان في الاهلي قبل كده. نعم. فكلمني قال لي تعالى، فانا لما رحت اصلا ما رحتش على فرقه ال 2001، رحت على فرقه ال 99 اخر سنه ليها. والله والله. فالفتره دي بقى في البدايه طبعا انا كانت نفسيتي صعبه جدا، متضايق طبعا، فقعدت فتره كده. حتى كان يتكلم معايا هو كابتن عبد الله الشحات وكابتن معتصم، كانوا بيتكلموا معايا على طول. معتصم سالم. كابتن معتصم جميل. سالم. نعم. على طول كانوا بيتكلموا معايا وبيحاولوا يفوقوني. نعم. لحد بقى ما ابتديت واحده واحده العب. كنت من هدافين الفرقه السنه دي فعلا في 99. كان ورحنا لعبنا اهلي 99 هناك. عملتوا ايه بقى؟ كسبنا 4-3. جبت جوان؟ جبت جونين. حسيت ان انت بترد لك اعتبارك؟ ما كانتش كده بالظبط يا كابتن. على قد ما انا مش ما كنت يعني اول ما الماتش بدا انا ما كنتش مستوعب الوضع. والله ما طول عمرك مع في الفيلا الحمراء. اقل من سنه انا كنت يعني اقل من كام شهر انا يعني باجي بس بلعب بالفرقه تاني. ما كنتش لسه مستوعب الوضع. برده كنت لسه صغير. بس انت بتجيب الجنين حاسس ان انت كنت مبسوط يعني جدا طبعا. مبسوط طبعا وفرحان. طبعا ده وضع طبيعي. لكن تربيتك في النادي الاهلي فرقت معاك؟ والله تربيتك كرويه طبعا يعني، انت متربي في بيتك احلى تربيه اكيد. يعني كنت متعود على المكسب يعني على طول، حتى زرعت يعني فيك الحته بتاعت المكسب. دايما في روح طيب.